هذا مشروع ديال اولا هذا مشروع ديال الجمع العام ديال هذه الجمعيه الدوليه ديال الاناره العموميه اللي كينعقد اليوم وغدا وبعده في مدينه الرباط. عندنا معهم تاريخ قديم من 2003 بعد استضفناهم مباشره بعد الاحداث ديال الجمعيه بعد التكوين ديال الجمعيه وتقف في مدينه الرباط. تم من ذاك الوقت والاناره في مدينه الرباط عندها واحد الاهميه. شكون هذه الاهميه ديال هذه الاناره؟ الرباط مدينه تاريخيه، مدينه عريقه فيها اسوار وفيها يعني مآثر تاريخيه، ومن القديم كانت عندنا بعد واحد الاراده دائما. انا كنت كنشتغل في واحد الوكاله واللي كنا كنساهموا في الاناره ديال هذه المآثر، كنا كنقلبوا على خبراء ولقينا خبراء مع هذا لوسي. ملي عرضنا عليهم هذه المره باش يديروا الجمع العام ديالهم كنا كنقصدوا يشوفوا التجربه ديالنا في مدينه الرباط. الرباط مع هذا المشروع الملكي الكبير كانت فيها امور كثيره، منها انه درنا الصيانه ديال ديك المآثر التاريخيه، وملي درنا الصيانه عاودنا يعني الاناره ديالهم، وكذلك عاودنا الاناره ديال مجموعه ديال الشوارع، مجموعه ديال الاحياء في مدينه الرباط، وبغيناهم يشوفوا واش هذا الشيء اللي غاديين فيه مزيان ولا كاين شي حاجه اللي نصلحوها واللي نقادوها باش تبقى عاصمه المملكه في مصاف ومستوى ديال العواصم العالميه من ناحيه الاناره ومن ناحيه يعني العمران ككل. دكتور نور الدين الأزرق، حاليا نائب برلماني ونائب رئيس جهة الرباط سلا، مور مكلف بالبيئة والنقل الحضري. يعني هذا جمع عام ديال الإنارة الحضرية، تفكر سيد العمدة الإنارة الحضرية، وبالنسبة للسلاك من كنت عمدة كانت مدينة سباقة في هذا الشيء ديال الإنارة، لأن أولا اخترت واحد طريقة تدبير الإنارة الحضرية عن طريق SDL سوسيتي ديفلوبمون لوكال، أي شركة التنمية المحلية شراكة مع الجماعة، وكان هدفها هو تجديد الأسطول الإنارة العمومية. أولا عقدنا واحد الشيمو لوميير باش يكون عندك واحد النظرة على الإنارة الحضرية، ولكن كان الهدف وهو تغيير المصابيح العادية صوديوم والعادية أكونديسونس بمصابيح ليد للاقتصاد على الطاقة والاقتصاد على نفط غاز الكربون، اي ليميسيون غاز CO2، بتقليص استهلاك الطاقه بتغيير المصابيح وكذلك بتغيير النظام ديال المراقبه. Yeah, that's also very interesting because nowadays you want to make light sustainable, so it has to be energy efficient. So you want to use as little energy as possible, mm-hmm. and for that you need to digitalize also it. You can use the LEDs, you can use all kinds of, and the wonderful thing is by digitalizing the light structure you can also put other things on it that are digitalized, so to do traffic control or other things. So in a very low threshold way, in a very easy way, you are already a smart city when you digitalize the light, because you have a structure on which you can add things. And the same applies, you have to add the things that are good in your city, and you have to do it in a way that is fitting to your city, and that means working all with all the other stakeholders involved. And in the end, that's again the same thing. It's a never-ending story, because sometimes you take things off and sometimes you add new things, and then you thought, oh, I never thought of that, but somebody comes along and says, and nobody knows what the future exactly will bring. Je mettre un jour, vous abonner à la chaîne YouTube, vous partager la vidéo sur Instagram, vous faire savoir sur le chimari. Maintenant, je vous dis le j'aime, vous tournez la jarasse, vous êtes seul comme j'ai dit.